نتكلم بقى على الطرف الآخر وهو الطالب اللي هو المهم أو الطالبة. إزاي يقدروا يبقوا عارفين مهاراتهم، عارفين قدراتهم؟ اللي بيبقى عارف إمكانياته ومهاراته ما بيتصدمش، يعني بيبقى عارف من الأول. على فكرة زي الامتحان، صح، ببقى عارفة أنا عملت كويس ولا وحش، أو هدخل أعمل كويس ولا هعمل وحش. فإزاي الولاد هم نفسهم يحددوا هم هيبقوا ناجحين في إيه؟ لازم نعود بس او نعودهم ونساعدهم ان هم يبداوا يفكروا مع نفسهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مفيش حد فينا شاطر في كل حاجه، بس خلينا نعرفهم دايما او نعودهم ان هم يكتشفوا الميزه والاختلاف اللي بتخليهم او بتميزهم عن اي شخص تاني. صح. الاختلاف ده لو هم عرفوه ولعبوا عليه يبقى تاكدي تماما مفيش مشكله، مفيش اي مشكله بالظبط، هيبقوا عارفين وهينموه وهيعرفوا. كل بني ادم فينا صوابع ايدينا مش زي بعضها، كلنا مختلفين عن بعض، كلنا فينا مميزات وفينا عيوب. لو احنا عرفنا مميزاتنا ايه وقبلها عيوبنا علشان خاطر نبقى عارفين كويس قوي ان هي دي الميزه اللي احنا نقدر نكبرها ونشتغل عليها، تاكدي تماما هنبقى حلينا نص المشكله. بعد كده نبدا نعمل ايه؟ نبدا نستغل المميزات اللي موجوده عندنا في كل حاجه في حياتنا. يعني لو انا واحد بعرف اتكلم كويس قوي وبعرف اتعامل كويس قوي، يبقى ابدا اتعامل او اشوف الوظائف او الحاجه اللي ممكن تخليني اتعامل فيها مع ناس، يكون عندي نوع من انواع خدمه العملاء، او ازاي لو انا سيلز بقى، لو انا اعرف اقنع كويس قوي ابدا اشتغل على ده، لو انا عندي بفكر تفكير دايما مختلف اوت اوف ذا بوكس يبقى انا ماركتنج اكتر. لو انا بحب طول النهار بلاي ستيشن وموبايلز والكلام ده التكنولوجي، لان النهارده ما تقدريش تجيبي واحد انه يتعامل طول عمره مع ادوات انه يفكر في كرييتيف ايديا اوت اوف ذا بوكس. ما نقدرش نجيب واحد النهارده طول النهار عايز يتعامل ويتكلم مع ناس وتقول له اقعد اشتغل النهارده في ارقام حسابات او اشتغل. هي بتفرق، بتفرق ميولي ايه. وبقول وبصراحه دايما بقول انت ممكن تفضل طول عمرك شاطر جدا في اللي انت بتعمله بس مش انجح حاجه فيه. انت شاطر بتعرف تعمله بالورقه والقلم، لكن انت مش ناجح فيه لان مش دي هوايتك او مش ده اللي انت بتحبه او مش دي ميولك، والعكس صحيح. علشان كده بقول يا بخته اللي يعرف يعمل الحاجه اللي بيحبها. وبيحبها دي معناها انه قدر يكتشف من بدري ميوله ايه، رغباته ايه، قدرته انه يقدر يعمل ايه، واشتغل على ده ونمى ده، وكمان الظروف والفرص ساعدته انه يقدر يعمل ده. لكن دكتور تامر برضو في نقطه مهمه قوي، احنا مش لازم نحس بان اي هوايه احنا بنحبها برضو، يعني عكس، يعني ناخد جانب مش ضد ولكن طريق تاني بنفتحه. انا مثلا عندي هوايه كذا مش شرط ان انا هشتغل بيها، هي خالص. ممكن تكون الجيت واي بتاعتي او اللي هي الهوايه بتاعتي اللي بعملها على جنب، لكن اكون شاطره في الحفظ فبقى مثلا محاميه، احفظ قوانين، اكون شاطره في حاجه تانية استغلها كعمل وبرضو احتفظ في نفس الوقت بالمهارات وده اللي يخليني زي ما قلت لحضرتك يا حظه او يعني يا بخته اللي يعمل الاثنين مع بعض، اللي الظروف تسمح ان هوايته تبقى. بس في ناس بيحصل لها التباس، في ناس بيحصل لها بالظبط. عشان كده بقول ان الهوايه هي المطر الوحيد اللي بيخليك تواظب على النجاح، لانك بتشبع رغبه داخليه جواك لحاجه انت بتحبها قصاد الحاجه اللي انت بتعملها. اوكي. لكن لو هتعيش حياتك كلها تعمل حاجه ما بتحبهاش وما بتعملش الحاجه، ما بتفرغش الطاقه للحاجه اللي انت بتحبها، هتبقى ممكن تكون شاطر فيها قوي وممكن تبقى ناجح، بس مش هتبقى سعيد وانت بتعملها. وده اللي بيخلي ناس كتيره جدا بتيجي بعد وقت معين بتغير مجال شغلها، بتغير الكارير تماما. تماما بتغيرها 180 درجه، وده نابع وراجع لايه؟ ان هو فجاه اكتشف طب انا هفضل لامتى بعمل الحاجه اللي انا شاطر وناجح فيها بس ما بحبهاش، مش سعيد.